بارك الله سيروير ان شاء الله اجير حبه من حبه وكره من صح لا روت ديغرادي 100% ايتا كاتاستروفيك وجات النهار هذه كملت كاع علينا الناس تاع سكري كاع وين راهي تعيش تعيش في الفلاحه لي زونكار تحرقوا الزيتون تحرق كلش راح اون توليكا واش هضرت انايا انتوما ثاني شفتوه كاع صح زكري يا عجب ربي الجزائر الجديده حنا ماذا بينا تكون الجزائر الجديده بارك الله اولا تسمحوا لي نرد الفاتحه على ارواح الشهداء اللي ماتوا الله يرحم الشهداء امين امين بسم الله الرحمن الرحيم احنا جينا لهذه المنطقه بعد المصاب بعد الكارثه اللي صارت يعني كارثه كما قلنا كانت هناك ظروف مناخيه حقيقه ولكن يعني ثبت ان الحمد لله التقنيات العلميه عن طريق الوكاله الفضاء الجزائريه اللي ثبتت بلي كانت هناك ايات اجراميه يعني وثبتناها يعني بالثبوت وان شاء الله تشوفوها في التلفزه انطلاق الحرائق كان يعني كان بايات اجراميه ايات اجراميه والطبيعه والغابه فعلت فعلت الباقي يعني احنا جيناكم برساله تطمين من طرف السيد رئيس الجمهوريه الشيء اللي وقع راهو كما قالوا الله كارثه يعني كارثه بكل معنى الكلمه فالناس اللي فقدوا المواشي تاعهم الناس اللي فقدوا الديار تاعهم الناس اللي فقدوا الغله تاعهم الناس اللي فقدوا الشجار تاعهم يعني الناس اللي فقدوا الظروف العيش الكريمه تاعهم الشيء هذا كامل ان شاء الله راه السيد رئيس الجمهوريه يعني نبشركم راهو ضاع صندوق خاص ان فون دورجونس يعني بور اندمنيزي يعني باش نعوضوا كل اللي فقد الشجره نعوضوها له اللي فقد الشبتان تاعو نعوضوه له اللي فقد البقره نعوضوها له اللي فقد الشجره كما قلت لكم المثمره نعوضوها له اللي فقد البولاي تاعو نعوضوه له يعني ان شاء الله غير تكمل هذا لو ترافاي دو ريسونسمون ديجا كومونس يعني عمليه الاحصاء راهي بدات راهي بدات راهي بدات ان شاء الله وحنا نروحوا نمشيو اكثر من ذلك ان شاء الله هذه المنطقه حقيقة جيت أنا مع السيد وزير الداخلية في الطريق نشوفه ما كانش يونيتي دو بروتيكسيون سيفيل حق يعني هذا الشيء هذا الله غالب مرت مرحلة قاسينا كامل منها يعني عانينا كامل منها بعض التسيير اللي كان يعني بعض التبذير بعض الفساد المال العام ولكن فرحت كي سمعت قلت الجزائر الجديدة والله إنها جزائر جديدة ونوعدكم إن شاء الله وتأكدوا باللي رانا مسؤولين جدد يعني راكم تعرفونها والله انها جزائر جديده وكان هناك نمط تسير جديد وهناك نمط تنموي جديد هذه المنطقه صح معزوله وهذه المنطقه سمحوا فيها 287 شهيد غير في هذا يعني في هذه البلديه يعني شيء عظيم شيء عظيم مسقيه بدم الشهداء ارض الشرفاء ماش ممكن نسمحوا منها ماش ممكن نسمحوا فيها راهي بلادنا ما يقدروش يمنعونا زور بلادنا بلاد الشرفاء هذه محال نجي اليوم وغدوه وغير غدوه ان شاء الله ونجي ونتفقدوا المشاريع التنمويه اللي راح ينطلقوها ان شاء الله ماهيش هدره والله ما راهي هدره والله ما راهي هدره وشوفوا يعني نوعدوكم ويزيد يجي السيد وزير الداخليه ان شاء الله في الاشهر المقبله اللي يطالع على المشاريع اللي راح ينطلقوها ان شاء الله ماهيش هدره باسكو دوك الدراهم ان شاء الله اللي كاينين نقول لكم تعرفوا الظروف الماليه ولكن الدراهم اللي كاين ان شاء الله يروحوا في المشاريع التنمويه تاع هذه الولايات المنسيه المناطق المنسيه